من عمان الفريق قاصد محمود النائب الأسبق لرئيس هيئة الأركان الأردنية. أهلا بك معنا الفريق قاصد محمود. إذن عرضنا عمليات التسلل على الحدود الأردنية مع الحدود حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة، كيف ننظر إليها من ناحية عسكرية بداية؟ مساء الخير. شوف، انت عرضت نماذج بسيطه حقيقه. عمليات تسلل طويله وممتده تاريخيا، يعني موجوده، لانه مره اخرى العلاقه بين الضفه الغربيه والضفه الشرقيه اللي كانوا مملكه واحده، علاقه اجتماعيه، علاقه سياسيه، علاقه اقتصاديه. هناك مقطوعين من اهل الضفه يتسللوا، لا يستطيعون ان يعودوا بشكل قانوني. هناك باحثين عن عمل يتسللوا، هناك مهربين يتسللوا، هناك ايضا عمليات من هذا النوع، عمليات ذات بعد فعلا امني ومقاوم بكل معنى الكلمه، سواء دعما للمقاومه او عمليات كثيره او تهريب اسلحه، كل هذا كان موجود. و90 او 95% من العمليات الحقيقيه يتم اكتشافها مبكرا، ونادر ما تنجح عمليات، وهذا اللي احنا عشناه الان. طبعا عمليه الجازي ليست تهريب ولا تسلل، هذه عمليه عسكريه. هذا الرجل كان موجود في الحدود، موجود في على الجسر بحكم عمله كشاحنه، وبالتالي عمليه مختلفه تماما. لكن مثل هذه العمليات، عمليات موجوده دائما، وعمليات حقيقه قيمتها العسكريه الحقيقيه لها ابعاد. البعد الاول هو كلفه الحدود وامن الحدود، وهذا موجود سواء كان على الجيش الاردني او على الجيش الاسرائيلي، وبالتالي حقيقه هذه يعني ترفع الكلف دائما لمواجهتها او للحد منها او فعلا لاجهاضها وافشالها في مراحل مبكره. طيب، ثم انها ايضا تكرر هذه العمليات مؤخرا، قال الفريق قاصد محمود، هل تشير الى انها ستبقى في اطار عمليات فرديه لا يتبناها او لا تتبناها اي جهه بعد ذلك، ام نحن امام معطى جديد ربما تتحول الى ظاهره؟ اولا هي العمليات هذه موجوده لاعتبارات واضحه لها. في الوقت الحاضر نحن نعيش بيئة حرب واضحة، عدوان كامل إسرائيلي على غزة وعلى لبنان، لكن أيضا هناك عدوان صهيوني واضح على الضفة الغربية، اعتقالات وقتل وتدمير وتفجير وتهويد وضم، كل هذا موجود حقيقة. وهذا مرتبط تماما بالأمن الأردني، ثم أنه مرتبط تماما بالوعي الأردني، بالحالة الأردنية. الأردنيين مرتبطين تماما بفلسطين، بالأقصى، بالشعب الفلسطيني، هذا ما يشهدوه من مجازر، من دماء، من أشلاء، كله حقيقة يزيد من غضبهم، يزيد من احتقانهم، يزيد من حبهم للحقيقة للثأر والانتقام. هذا موجود، هاي طبيعة الشعب العربي والشعب الأردني تحديدا. فبالتالي هذا البيئة، هذا الوضع، هذا العدوان الإسرائيلي، هذا المخطط الإسرائيلي الصهيوني الذي حقيقة لا يتورع بكل وقاحة، ينشر خرائط ويعتبر الأردن جزء من هذا، في هذه الخرائط جزء من إسرائيل وجزء من التوسع الإسرائيلي، يستفز الأردنيين ويزيد من غضبهم ويزيد من احتقانهم. فبالتالي هذه حالة ستبقى فعلا دائما محفز وسبب مباشر أن نرى مثل هذه العمليات. صحيح أنها فردية، حتى الآن هي فردية، تتطور، نعم قد تتطور. الإقليم معروف أن هناك محاور الآن، هناك عمل وهناك استهداف، يعني الجغرافيا الأردنية بحيويتها وبأهميتها وبقيمتها، المشروع الصهيوني يريدها، لكن أيضا هناك مشروع آخر مهتم جدا فيها أيضا وله اهتمامات سواء كان سياسية أو عسكرية أو ثقافية، هذا كله موجود. فبالتالي حالة الوعي الأردني لأمن الحدود حالة عالية جدا، والكلف اللي بتحملها الأردن في أمن الحدود أيضا عالية جدا، وأولوية أمن الحدود في الفكر العسكري وبالسياسات العسكرية أيضا عالية جدا. كل هذا موجود، وستبقى قائمة طالما أن العدوان بهذه الصورة، طالما العالم لن يصل إلى حالة من السلم التي تعود للشعب الفلسطيني حقوقه ويعيش بسلام كما كغيره من شعوب المنطقة، ستبقى هذه الحالة موجودة، وسيبقى الأردن بقدره، بعلاقته، بدمه مع الفلسطينيين، بأمنه الوطني أيضا جزء رئيسي من المشهد بكل الأحوال. طيب، الجيش الإسرائيلي أعلن حالة الاستنفار على هذه الحدود، ما الذي يخيفه؟ هل هذه العمليات أو هذه الحدود أصبحت مصدر تهديد ومنبع مخاوف جديدة للجانب الإسرائيلي؟ هذا صحيح، نعم. هو الجيش الإسرائيلي والشعب الإسرائيلي الآن يعيش حالة حرب وحالة هلع وحالة قلق وخوف على المستقبل. يعني ما حصل في طوفان أقصى وما تبعه من عدوان وردود وخسائر وتدمير للاقتصاد الإسرائيلي وخسارة اجتماعية بالموت والإصابات والتهديد الحقيقي الآن سواء كان من إيران أو محور المقاومة، من كل الاتجاهات تأتي بالصواريخ، حقيقة إسرائيل في حالة شك بوجودها، في حالة خوف وفي حالة قلق. الجغرافيا الأردنية الأخطر،
كل المقاومات تقوم بعمل عسكري كبير صحيح، لكن الجغرافيا الأردنية حقيقة هي الأخطر على الوجود الإسرائيلي. أنت تتحدثي عن أكثر من 350 كيلومتر طول حدود، طبيعة جغرافية معقدة وصعبة ومتفاوتة، فيها تضاريس كثيرة، فيها أشجار كثيرة، فيها مناطق مبنية، فيها كذا، وأيضا فيها شعب يعني يعيش البيئة ويعيش الجغرافيا ويعيش كذا ويعيش القضية. فبالتالي نعم، الأردن والجغرافيا الأردنية حقيقة هي أكثر ما يقلق الإسرائيليين إذا ما تمادوا وإذا استمروا فعلا بهذه السياسات. أعتقد يعني يجب أن يكونوا على أعلى درجات الحذر من الجغرافيا الأردنية. هذه العملية قبل شهر عملية موازية وقتلت 3 إسرائيليين، فبالتالي واضح أن هناك مؤشرات أن هذا العمل قد يكون حاضرا وقد يتزايد، وهو على الأرجح لأن إسرائيل أيضا تعلم أكثر عن سياساتها العدوانية وعن تطرفها وعن صهيونيتها وعن عنصريتها، وبالتالي هي أيضا تخشى أن يكون هناك مزيد من ردود فعل. وأعتقد هذا سيكون طبيعي جدا أن نشهد مزيد من ردود الفعل طالما استمر العدوان الصهيوني بهذا المستوى. طيب، شكرا جزيلا لك الفريق قاصد محمود النائب الأسبق لرئيس هيئة الأركان الأردنية، كنت معنا من عمان.